عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتكون وفيها من الامل مخزون وفيها من الجمال اسره عليك كلام يمشي بحزن وبتمام يطمن قلبي يرجع تاني تكون انا وانت كان اكتر. ظهر الفنان أحمد سعد من خلال إحدى حفلاته بالساحل الشمالي مع زوجته علياء بسيوني لأول مرة، وأعلن للجمهور إنهم عادوا سوياً بعد نحو عام من الانفصال. ووجه أحمد سعد رسالة لكل المنفصلين ببدء حياة جديدة بعيدة عن المشاكل. أنا كنت متجوز من سنتين وعندي عيلين، فين بس مراتي اللي هي دلوقتي بقت خطيبتي؟ عشان إحنا يعني احنا اتطلقنا يعني، بس قرارنا قرار انا حبيت اقوله قدامكم ان احنا نعمل فترة خطوبة حتى العيال تحضرها بالمرة. فين فين لولا؟ فين لولا؟ هي موجودة معانا. سقفولها يا جماعة، سقفولنا بجد بجد بجد، عشان احنا بنبتدي حياة جديدة. بجد بجد دي رسالة لكل الناس، رسالة لكل الناس اللي اتطلقت يعني، أو اللي لسه هتطلق، واللي هيتجوزوا يدوا نفسهم فرصة بعيد عن أي مشاكل وبعيد عن أي حاجة ويبتدوا حياة جديدة ما فيهاش أي حاجة وحشة ولا حلوة، بس يبقوا مع بعض وخلاص. شكرا جدا 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 ليكم. نغني عليك يا عيون لا بتنافق. حلوة، هنشوف هتنجح ولا لا. هعزمكم في الفرح كلنا، هعمل فرح هنا في ماليزيا، بس 3 سنين بقى ما اعرفش. ايوة بسببك قادر اكمل، وقت ما بتعب ليها بروح، لما ببان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح، يلا عيونك وقت ما بغرق بالنسبة لدي مركب نور.